تمنى متابعينا الكرام تابعوا قناة شاب قناة شوف تي في قناة جوج دماغكم تتوقع طبعا يعني كما كثير معنا إقبال كبير متابعينا الكرام اللي تزاولنا مع عيد الفطر متابعينا الكرام حصلنا يعني ساعات قليلة على إعلان على عيد الفطر متابعينا الكرام ونهاية هذا الشهر الكريم شهر رمضان المبارك متابعينا الكرام فطبعا يعني كي تجي تزاول معك متابعينا الكرام خاصة في هذه الأيام كتسمعوا متابعينا الكرام أنهم الفراش أنهم يخرجوا اي استعرضوا السلع ديال المتابعين الكرام يعني باش يحققوا واحد الجو ديال التجاره لهاد الشباب المتابعين الكرام الشباب اللي مكلوم وكذلك يعني يعطيو فرصه للناس مساكن الدراويش يشريو الحويجات لولادهم يشريو المنتوجات اللي معروضه عند المتابعين الكرام اللي كنتو كتبعوا معنا يعني واحد الثمن اللي هو ثمن مناسب واحد الثمن اللي هو منخفض طبعا يعني اقبال كبير المتابعين الكرام يعني كيتزامن على هاد البيعه والشراء اللي كنتو كتشاهدوا معنا المتابعين الكرام وحنا بساحة مشوار الساعة متابعينا الكرام كما كتشوفوا يعني خلق واحد الرواج في تسعودي واحد الرواج كبير يعني صراحة عملوا وهذه بادرة طيبة يعني وصبطت أنها سمحت لهذا الشباب وهذا الناس بشكل أنهم يعرفوا السلع اللي كتشوفوا متابعينا الكرام على طول مدار ساعة مشوار سعيد فالشباب الشباب متابعين الكرام الناس ولا حنا الفرصة ديال المعروضات متابعين الكرام اللي كما كتشوفوا معنا خالقين واحد الجو ديال الرواج وواحد الجو ديال عرض السلع متابعين الكرام اللي كما كتشوفوا معنا على الرواج فحياكم الله يعني متابعين الكرام اللي كتابعونا في هذا التقرير المباشرة وكما كتشوفوا معنا يعني هذه الأجواء ديال هذا العيد هنا في مدينة تطوان متابعين الكرام حنا كتوجدوا لكم مساحة إن شاء الله سعيد صراحة كرهناش هذه صراحة يعني قبل سنوات يعني كانت مدينة تطوان يعني كنعيش فقط يعني في فترة ديال العيد يعني هذا الجو هذا كنت في فترة ديال العيد الفترة يعني قبل يعني كتكمل الأجواء هذه ولكن بعد ما تحل الأسواق القرب أسواق مركزية فكانت تتم انتشار البيع والشراء من هنا يعني من الأرض وشاو يعني صراحة مشاو للمحل ديالهم وطبعا يعني هذا الشيء علاش فترة ديال العيد يعني مع عدم نجاح يعني الأسواق ديال القرب متابعين الكرام تم العودة في هذا العصر الأواخر متابعين الكرام في العصر ديال العيد العودة للشارع متابعين الكرام وجو كيعاودو يعني السلع ديالهم متابعين الكرام كيعاودو المنتوجات ديالهم للبيع مجددا وطبعا يعني خلقين يعني واحد فرص للشغل وانتم بدا تشوفو متابعين الكرام شنو كيتباع يعني كيتباعو يعني قندورات كيتباعو جلالب كيتباعو بلاغي كيتباعو شرابل كيتباعو غونيا تبعوا تقاشر تبعوا سماطي تبعني اي حاجه بغيتي هنايا تتبع متابعين الكرام وكتلقى هنا واحد الثمن اللي هو ثمن رمزي واحد الثمن اللي هو مناسب كما كتشوفوا الجو يعني حركه يعني الحمد لله يعني كاين واحد الرواج كبير كلشي كيبيعوا يشري الدرويش اللي باقي ما شراش شي مسكين حتى هو يعني كيبيع يشري متابعين الكرام وانتم كتشوفوا تبعوا ثلاثه تشلانب تشناكل السبابط تبردينات اي حاجه يعني بغيتيها غاتجي غاتشريها تلقى كاين هنا متابعين الكرام قميص ولا ديانسا فأي حاجة المتسية اللي بغيتها غتلقاها يعني متابعين الكرام في موجودة هنايا وطبعا يعني هاد واحد الجو ديال البيع والشراء الجو ديال الرواج يعني كتعرفوا مدينة تطوان يعني وكيعرفوا القوة يعني هاد الإخوان ديال البيع والشراء القوة هنا يعني في هاد الساحة ديال المشوار السعيد فالله يعاونوك والله يسهل اليوم ويرتاح اليوم بما ديال الخير متابعين الكرام من هذا جانب من الرواج اللي كتعرفوا مدينة تطوان شيء معروض للبيع متابعين الكرام كتشوفوا معنا فاي حاجه بغيتيها فغادي تلقاها وغتلقاها يعني متابعين الكرام يعني باش غتلقى غتلقاها وصافي غتلقاها بواحد الثمن اللي هو ثمن مناسب وناقص ثمن ناقص هادشي علاش البيع والشراء في الارض يعني يكون واحد الثمن رمزي يكون واحد الثمن مناسب والدرويش كيقنع مع الدرويش الدرويش كاملين يعني كتشوفوا خويا كيشريو وكيسوقوا والحركه ماشيه متابعين الكرام وطبعا هادشي فقط يعني كيتزامن يعني مع الفترة ديال هاد العشر أواخر فنتمنى من الله على هاد الشباب أنهم يلقاو واحد الفرص ديال الشغل إن شاء الله يعني بعد ما تسالى هاد العشر أواخر ونطلب الله على ربي يسهل عليهم وتعود الحركة وتعود الرواج وتعود يعني كما كنقولوا نرجعوا الفلوس لمدينة تطوان يعني كما كانوا في العالم وأنتم كتشاهدوا أنتم الكلام يعني كل شيء الحمد لله يعني كل شيء منشط هنايا
وواحد الرواج كبير يعني قلت هذا اللي صار في العرض هذا من تيكوان هذا الخيط هذه وانتم قلت هذا انتم من الكلام اللي احنا معاكم كان قربكم صوت وصورة من شنو يدور يعني هنا في أرجع مدينة تطوان خصوصا يعني تزامنا مع فترة بينا طبعا يعني احنا كنتوجدوا هاد الساعة الشهيرة وانتم من الكلام هي ساحة المشوار اللي كما كنقولوا يعني الحمد لله يعني الحركة دايرة فيها دابا وبعشرة موجود كما كتشوفوا يعني كل شيء شاري كل شيء كيشري واللي بغى شي حاجة غادي يلقاها وانتم من الكلام بغيتي قندورة تلاقي بلغة شربي لأي حاجة بغيتي فيها غادي تلقاها فالله يعاون الناس سهل اليوم ويرتاح لي اليوم فوصلنا معاكم يعني وانتم من الكلام يعني كنعيشوا معاكم كنقول لكم الأجواء وهنا كنقتربوا يعني لنهاية البث المباشر اللي كنعيشوها معاكم كنعيشوا الأجواء ديالو معاكم وانتم من الكلام طبعا يعني ما يسعونا متابعين الكرام الا ان نودعكم يعني حسنا قلنا لكم يعني ما كنقولوا صوت وصوره بهذه الاجواء ديال تطوان متابعين الكرام الحركه اللي كاينه يعني على طول يعني مدار مدينه تطوان ولا الساحه اللي متابعين الكرام كما كتشوفوا فالله يسهل اليوم الله يسهل على الدروج كامل نتمنوا احنا والله ان اللي عنده عيد اللي ما عندوش عيد وكل شيء عيد ان شاء الله تعالى وكل شيء يصبح لنا بس ببيع شاري هذا الشيء على طول. أنت متابعين الكرام، بنشوفكم في حلقة جديدة.